شكرا جزيلا. والله يا دكتور انا عامل قلبي مفتوح مرتين قبل كده، وبعدين عندي سكر وضغط وحاجات زي كده يعني. بس انا باجي اعمل تحليل الكوليسترول كان الاول عالي، لما خدت ادويه اللي هو 20 على 10 ابتدى ينزل يبقى كويس جدا لغايه 60، بس ابتدى ينزل لغايه 50 و45. هل هو ده صح الكوليسترول ال اي دي دي ال يبقى كده ولا كده غلط على الصحه؟ ولا لازم يكون اعلى من كده ولا اقل من كده؟ وطرح السؤال ده يعني ما مش عارف له، في ناس تقول لك لا كده كويس، في ناس تقول لك لا خليه فوق 70 عشان الكوليسترول مفيد للقلب ومش عارف ايه والمخ والكلام من ده، هل ده صح ولا غلط ولا ايه؟ تمام. اقول شيء تفضلك لو ردت عليا. تمام. حضرتك ليك اسئله الاستاذ محسن؟ لا ماليش اسئله، بس ليه اجابه وسؤاله مهم جدا. طيب انا بشكرك يا استاذ محسن واسمعك. شكرا. سؤال استاذ محسن، سؤال مهم جدا، ودي فعلا حاجه اتغيرت في السنين الاخيره. احنا زمان حتى المعمل بيكتب لنا ارقام ريفرنس انه ال LDL اللي هو ذكره ده الكوليسترول قليل الكثافه. الكوليسترول قليل الكثافه هو ده الكوليسترول الضار للقلب، هو ده اللي احنا عايزين نقلله قوي علشان خاطر هو ده اللي بيدخل في الشرايين ويعمل عملية تصلب الشرايين. فزمان كنا بيبقى عايزين نخليه تحت 100، لكن الابحاث بينت انه مفيش تارجت ثابت لكل البشر. الانسان اللي ما عندوش سكر وما عندوش ضغط وما عندوش اي امراض في القلب ده عايزين ال LDL بتاعه يبقى تحت 100. الانسان اللي عنده سكر بقاله اكتر من 10 سنين ده عايزين ال LDL بتاعه يبقى تحت 70. الانسان بقى اللي عنده امراض في الشرايين زي مثلا انه عمل قلب مفتوح مرتين، زي مثلا انه ركب دعامه، زي مثلا عنده مشاكل في شرايين المخ، ده لا احنا بيبقى عايزين ننزل الكوليسترول تحت ال 55. فهو اجابه على سؤاله هو بيقول 60، لا انت كمان تنزل تحت ال 55، ده التارجت بتاعك وده الهدف اللي انت المفروض توصل له. وقد ايه نقل؟ لا احنا خلاص الابحاث بينت ان احنا ذا لوور ذا بيتر، كل ما يقل يبقى افضل، لنوصل لدرجه 20 امن تماما. يعني كل ما نقل ال دي ال كل ما يبقى هو مفيد ليه، فال دي ال كل ما يقل ده شيء مهم جدا. طيب هو قال حاجه انا استغربتها شويه، ان هو عمل مرتين جراحه قلب مفتوح، هل بتتعمل مرتين؟ دي حاجه برضو انا كنت عايز اعلق عليها، هي دي معناها انه ما تحكمش في الحاجات اللي خليته بالزبط يروح للقلب المفتوح للمره الاولانيه. الحاجات دي ان هو بيقول عنده سكر وضغط وحاجات تانية وكوليسترول، فهو واضح انه السكر ما كانش متظبط كويس قوي، الضغط ما كانش متظبط كويس قوي، ان هو ما كانش ملتزم على العلاج بعد العمليه الاولى، ده اللي ادى انه يعمل العمليه تاني. احنا عاده عمليه القلب المفتوح ممكن تعيش 20 و30 سنه بعد العمليه لو الانسان التزم بعلاج السكر والضغط والكوليسترول وامتنع عن التدخين. لكن لو المسببات للقلب المفتوح المره الاولانيه لسه مستمره، ان انا ملخبط في علاجي، ان انا لسه بدخن، ان انا مش باخد علاجي بانتظام، هترجع تاني نفس الازمه. وده دايما نقوله للمرضى، لما اركب لك دعامه انا ما حلتلكش المرض، انا بس عالجت لك الجزء ده، انت لازم تاخد العلاج علشان خاطر وتبدا ده التدخين عشان الدعامه ما تتسدش وما يجيلناش ضيق في شرايين تاني. لا انت عليك دور بقى بالظبط، فلو انت قصرت في الدور ده هيتكرر او هتحصل مشكله مره ثانيه. بالظبط كده. انا اول مره اعرف انه في حد بيعمل قلب مفتوح ويرجع يعيد الجراحه مره ثانيه، فكان التليفون مهم جدا عشان حضرتك تقول الكلام ده لانه كلام مهم الحقيقه. ده حقيقي.